بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، مثل ما تلاحظون أحد النباتات التي درستها في فصل الشتاء. طبعا هذا النبات ينمو بنسب كبيرة جدا في فصل الشتاء. درست طبعا النبات في تحت المجهر، واكتشفت فصائل من الأحياء الدقيقة التي تعيش داخل أنسجة هذا النبات. اكتشفت أيضا فصائل من البكتيريا، واكتشفت فصائل من الفطريات، واكتشفت فصائل كثيرة من الديدان المجهرية. وأيضا لاحظت أن هذا النبات توجد، ممكن أنه يعني سهل زراعة الأنسجة فيه. مثل ما تلاحظون هذه الطبقة المتواجدة هنا ناتجة عن زراعة خلايا معينة من أصل النبات، مثل ما تلاحظون. طبعا أنا حاولت أزرع أنسجة من داخل الجسم، مثل ما تلاحظون يوجد أنسجة ترجع إلى نفس النبات، ممكن راجعة بسبب البكتيريا أو الفطريات أو نوع من أنواع الأحياء الدقيقة الغير معروفة والجديدة. وأيضا مثل ما تلاحظون في الأعلى هنا يوجد تكتل للأنسجة العلوية، مثل المستعمرات قد تكون فطريات مثل ما تلاحظون. نعم إنها فطريات سائدة، ترجع إلى فصيلة سائدة. طبعا حاولت أني أقتل هذه الفصيلة بالمضادات الحيوية التي صنعتها بنفسي، طبعا لم أنجح في قتل هذه الفصيلة، لكني نجحت في قتل لا يقل عن 40 فصيلة أخرى بالمضادات النباتية الأخرى. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وطبعا بعطيكم بعض التفصيلات البسيطة عن هذا النبتة. ممكن تعيش في درجة حرارة يعني ممكن تصل إلى 0 درجة الحرارة، قد ينمو هذا النبات في درجة 0. وأيضا تتحمل درجة حرارة 5، 6، 10، لكن لا تتحمل درجة حرارة يعني مرتفعة جدا مثل 40 أو 50 أو 60. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم عينة جديدة.